ممتاز. هاي المنطقة اللي موجودة اللي نتذكر احنا بالراحة واحد من نفس الشيء موجودة أحسن شو على نفس الأمور ممتازة. بالمرة احنا بدأ 4 أشهر تصير 5 أشهر. تجمع بهاي المنطقة ليش؟ لأن الأوعية الدموية بيها أكثر شيء هنا بالشبكية كلها. بهاي المنطقة اللي هي تعطيك الرؤية الواضحة الدقيقة اللي هي مال النظر مال قراءة مال كتابة مال هاي الأمور. فإذا تشوف هي دب أكون حوالي هنا حتى بالعملية أنا لما أشتغل عليها يعني أكون جاهز على كل. فهسه احنا هذه الشبكية مو مهمة، هي مهمة للطرفي النظر الطرفي. فهذا احنا سويناه ليزر على مود نوقف تدهور الحالة من انه يصير سكري متقدم حتى يكون نزيف. فالحمد لله حتى لحد الان ما صار حتى يكون سكري متقدم لانه عالجناه مبكر، وهاي من الامور المهمة. فانت النضوح مالتك مال الشبكية صار هنا وضربنا الاوفر على مود هذا روحنا المي. لحد الان الامور مستقرة، حتى شوية اوعية دموية هنا هنا او هي دمويه قلت لك هاي ودن تابعها وهي نفسها مستقره صار لها مدار كم سنه عندك. فهاي الغلط. المي الابيض انت ما عندك مي ابيض، عاده المي الابيض احنا بحط العدسه الضوء يجي من القرنيه على العدسه وبعدين على مركز الشبكين. هذا لما يزيد طبعا هسه انت مالتك العدسه راح شفافه واضحه. تدري شلون؟ لما تصير حتما عتام المي الابيض ذاك الوقت هذا الدم الضوء يدخل يتطشر الضوء، لما يتطشر ما يوقع على مركز الشبكيه فالمريض يحس انه هو غواش. فالحمد لله انت هسه بالنسبه لك الامور مستقره وجيده طبعا، ونظل احنا نحتاج نتابعك على قرب وهاي اكيد هذا كله يرجع بفضل الله سبحانه وتعالى من فضلك ومتابعتك. لا عفو انت انت لانه دكتور راقي وجدا جدا ممنون عليك بالخدمه على خيرك. شكرا على متابعتك وعلى التزامك بالامور اللي احنا لازم نسويها، لان صراحه السبب انت انتظام الشبكيه مالتك وعدم صارت أسوأ بسبب التزامك بالمواعيد والتعليمات وكل هذا الشيء. هذا مو الحلمية الغذائية مالك. شلون انت مالك احسن من الناس؟ مبروك 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 مب